مشاهدينا الافاضل، شكرا للزملاء على التواصل، نحييكم باجمل تحيه مسائيه جميله من ارضيه هذا الميدان في هذه الانطلاقات والتحديات المسائيه هنا في مهرجان اكسبو هنا 2020 لابناء القبائل هنا على ارضيه ميدان المرموم بهذه الانطلاقات الجميله، رابع اشواطنا والخاص باللقايا القعدان هنا وانطلاقاتهن وتحدياتهن الجميله. نسير معكم بهذا الانطلاق، نتابع صداره هذا الشوط، نتابع المقدمه والمركز الاول وصدارة هذا الشوط، والمنطلق هنا على الصدارة وعلى المركز الأول شاهين عبد الله بن المر بن سعيد بن حلوة ليجتبي من يأتينا بالصدارة وبالمقدمة وبالمركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني والمنطلق هناك مشعل انهيان بن خالد بن مسلم العامري، ويأتينا هنا المايس لي هنا مسري بسالم بالعرطي الحميري، من ينطلق بهذا الأداء بدران على المركز الرابع خالد بن سعيد بن عبد الله بن بروك الحميري، وعلى المركز الخامس مشرف مطر بن حمد بن مبارك المهيري، من يأتينا على المركز الخامس والمركز السادس المنطلق مهلك سلطان بن النخيرة اليبهوني الظاهري، قادم بهذا الانطلاق وبهذا الأداء الجميل، الوصول بهذه اللحظات من قبل لافي لحمدان بن محمد بن معتوق العامري، والوصول من مهول حمد بن سالم بن نصرة العامري، من يأتينا ثامنا تاسع مراكزنا مرفوق لأحمد بن سالم بن سعيد بن منانة، وعلى المركز العاشر مبهر سيف بن عيسى بن مطر الفلاحي. هذه هي النتيجة لمراكزنا العشرة الأولى، أول نداء للمراكز العشرة الأولى لنا عودة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. المايس على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، المايس أكيد من سلالة مياس، المايس هنا المسري بن سالم بالعرطي الحميري على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط بهذا الانطلاق والأداء. المركز الثاني مهلك القادم ويتسلل من مركز إلى مركز سلطان بن نخير اليبهوني الظاهري، من يأتينا على المركز الثاني ويتسلل إلى الصدارة، بينما المركز الثالث مشرف هنا مطر بن حمد بن مبارك المهيري شعار عنطيلة ينطلق بهذه اللحظات وبهذا الأداء الجميل، بينما من الجانب الآخر مبهر نسيب بن عيسى بن مطر الفلاحي القادم بهذا الانطلاق والأداء، الوصول من سراب نايع بن سالم بن سيب بشاوي لغفلي منطلقا خامسا، وفي المركز السادس نجد فريب بن راشد بن سرداح لجتبي يأتينا على سادس المراكز، المركز السابع مشعل نهيان بن خالد بن مسلم العامري، من يأتينا بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل هنا، الوصول بهذه اللحظات والتسلل والانطلاق هنا من قبل متعب محمد بن سعيد بن دلوان لجتبي، وهناك المنطلق أدهم محمد بن ساري بن بلوش من الجانب الآخر، هناك المنطلق بهذه الانطلاقة، وعاشر مراكزنا جزيل سعيد بن علي بن محمد بن سعيد النعيمي هنا القادم من غفينة يأتينا بهذا الانطلاق وبهذا الأداء الجميل. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، والأسماء قادمة خلف المراكز العشرة الأولى أيضا قادمة بكل أداء وبكل تحدي، لنا عودة إلى الصدارة إلى مهلك سلطان بن نخير اليبهوني الظاهي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، المركز الثاني سراب نايع بن سالم بن سيب الشاوي لغفلي هنا القادم بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل، القادم والمتسلل هنا بهذه الانطلاقة متعب محمد بن سعيد بن دلوان لجتبي، وهنا المايس المسري بسالم بالعرط الحميري القادم بهذه الانطلاقة
وبهذا الأداء الجميل مياس مطر بن حمد الشرقي العامري هنا القادم مع الكيلو متر الأخير بهذا الانطلاق والأداء وصل شيبوب عبد العزيز بسيف بن علي بن كريب لكتبي هنا شعور الكوس هنا القادم شعار كاس القعدان قادم أيضا بهذا الانطلاق والأداء الجميل والتحدي الوصول هناك من شعار رعنطيلة القادم مع مشرف مطر بن حمد بن مبارك المهيري ولكن نعود إلى الصدارة إلى المقدمة إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط الله الله التحدي جميل والإثارة أقوى وأقوى يا سلام يا سلام التحدي والمقدمة لا زال على الصدارة مهلك سلطان بن نخيرة اليبهوني الظاهري هو المسيطر يأتينا متعب محمد بن سعيد بن دلوان لكتبي والمركز الثالث المركز الثالث المنطلق سراب نايع بن سالم السيب الشاوي الغفري والمايس المايس قادم بكل قوة المايس المايس مسري بن سالم بالعرطي الحميري من يقدم المايس بهذا الانطلاق والأداء واللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة مهلك مهلك وسراب والمايس مهلك الله المايس 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 مهلك المايس سراب اللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة يا سلام من الفوز المايس مهلك المايس 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 يتسلل إلى الفوز إلى الناموس تهانينا تهانينا لأبو حمد مسري بن سالم بن عرضي الحميري على هذا الفوز المركز الثاني وصل هناك مهلك السلطان بن خيرة اليبهوني سراب يأتي لنا يا بن سالم بن شاوي الغفري وهناك غازي أوفي بن عويضة بن محسن بن حسن الكربي ويأتينا في المركز الخامس هناك بهذا الانطلاق والتحدي الجميل مشاهدينا الكرام الوصول من جبر محمد بن سالم بن مسلم بن حمرور العاملي بهذا الانطلاق والأداء نعود مشاهدينا الكرام هنا إلى الماي السلام للمرموم من المرموم على هذا الفوز المميز 7:32 تسعة من الأجزاء من الثانية توقيت المايس تهانينا لمسري بن سالم بالعرطي الحميري على هذا الفوز المميز الجميل وانطلاقة المايس هنا أيضا من سلالة مياس المركز الثاني مهلك من أتى بالمركز الثاني لسلطان بن نخيرة اليبهوني الظاهري ب7:33 جزئين من الثانية بهذا الانطلاق وبهذا الأداء الجميل بينما المركز الثالث وصل مشاهدينا الكرام سراب على المركز الثالث ب7:33 تسعة من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني لسراب نايع بن سالم بسيف الشاوي الغفلي على هذا الفوز والأداء المميز الجميل تهانينا والناموس